إخلاء محكمة جنايات القاهرة لسبيل محمود محمد الشاب المشهور بمعتقل التيشيرت اللي كان لابس تيشيرت مكتوب عليه لا للتعذيب، وطن بلا تعذيب. وبعد 27 شهر من اعتقاله أو من القبض عليه، وأيضا صديقه إسلام طلعت، كل واحد خرج منهم بكفالة 1000 جنيه. معايا على الهاتف طارق محمد شقيق محمود محمد. طارق مساء الخير، مساء الخير يا استاذه لميس. اهلا بيك. عرفتوا بالخبر ازاي؟ النهارده كانت جلسه تجديد حبس محمود قدام الدائره 22 جنايات جنوب القاهره برئاسه المستشار محمد محمود شاهين. تم نظر جلسه تجديد حبس محمود، وتم اصدار قرار اخلاء سبيله في حوالي الساعه 27 دقيقه باخلاء سبيله كفاله 1000 جنيه طبقا لنص الماده 143 من قانون الاجراءات الجنائيه، اللي هي بتنص ان الحد الاقصى من الحبس الاحتياطي عامين، واللي هو محمود تخطاهم بالفعل. القرار صدر، بس لحد وقتنا هذا احنا يعني بعد ما القرار صدر ما لقيناش ممثل، يعني ما كانش ممثل نيابه موجود، فما قدرناش نتعرف هل النيابه العامه تستطعم على القرار اللي هو اتاخر شهرين في يعني في تخيلي، فما قدرناش نتاكد من المعلومه دي. فلحد وقتنا هذا مش عارفين، يعني مستنيين اي تاكيد من اي جهه يقال هل النيابه العامه هتستانف على القرار، ولا هو خلاص قرار اخلاء سبيل محمود تاري فاحنا نقدر ندفع محمود الكفاله. كان عمل ايه يا طارق؟ يعني محمود كل يعني اتقبض عليه ايه ازاي وايه ايه مشكلته؟ محمود اتقبض عليه وهو كان في طريق عودته للبيت بسبب ارتداء تي شيرت وطن بلا تعذيب. النهارده بعد اخلاء سبيل محمود، انا عايز اكد على المعلومه دي يا استاذه لميس، انا من الناس اللي شاركوا ونزلوا وكانوا يعني ضد العنف على طول الوقت، وضد يعني ضد التطرف وضد العنف على طول الوقت. عمر محمود يعني عمر ما انا كنت من دعاه العنف، وعمر محمود ما كان من دعاه العنف. محمود اتقبض عليه بسبب ارتداء تي شيرت وطن بلا تعذيب فقط لا غير، والنهارده تم اخلاء سبيله بعد 27 شهر. احنا النهارده الاسره بالكامل، يعني الاسره بالكامل منتظره دلوقتي نعرف ايه الخطوه الجايه او ايه اللي هيحصل، وهل قرار اخلاء سبيل محمود هينفذ النهارده ولا هينفذ بالغد. بنتمنى من كل الجهات ان حد يقول لنا ان هو هيخرج النهارده علشان نقدر نتحرك وندفع الكفاله وننتظره. يعني امبارح كان عيد الام، وانا امي منتظره في البيت، واحنا مستنيين. والدتك بقى عرفت يا طارق والدتي البيت يعني والدتي عرفت، بس في نفس الوقت يعني هي يعني عرفت وفرحانه، بس فرحه منقوصه شويه، بس مش هتشوفه. متاكد ان كانت النيابه هتستانف ولا لا. بنتمنى لو سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم يخش على الهواء دلوقتي فيقول لنا اي معلومه اكيده، يعني اي معلومه اكيده وصلت لوزاره الداخليه، او حد من النيابه العامه ياكد لنا معلومه ان هل قرار تجديد حبس محمود هيتم الاستئناف عليه ولا لا. احنا بنتمنى ان هو ما يتمش الاستئناف عليه، لان قانونا محمود خلص فتره حبس الاحتياطي القانونيه، فاحنا مستنيين اي معلومه اكيده بحيث نتاكد. احنا هنحاول يا طارق ان احنا يعني نتحرى هذه المعلومه ونشوف نيابه. اتمنى انه يعني النيابة اللي هي محامي الشعب لا تستأنف أو لا تطعن على هذا القرار. كفاية بقى اللي محمود شافه، يعني لو كان في جريمة هو قضى سنتين 27 شهر في السجن فقط بتهمة، أو كما نفهم بتهمة بس إن هو لابس التيشيرت. ما هل في تهمة معينة؟ إيه التهمة اللي كان موجهة لمحمود يا طارق؟ يعني طول الوقت كانت التهم اللي بيتقال لنا إن هو موجهة لي اللي هو انتماء لجماعة، وده طبعا غير صحيح بالمرة، يعني لاني يعني احنا عيله معروف عندنا ان احنا يعني كنا يعني انا طارق يعني شاركت ونزلت 30/6 وشاركت فيما بعدها. يعني انا مش حابب اتكلم عن الموضوع دلوقتي، احنا خلاص تخطينا فتره الحبس الاحتياطي القانونيه وهو خرج، بس هو يعني كانت التهمه اللي موجوده اني هو بالانضمام لجماعه، وقعدنا سنتين و57 يوم في تحيات، والحمد لله النهارده تم اخلاء سبيله. يعني احنا من حقنا كاسرته النهارده ان احنا يبقى محمود في وسطنا وفي حضننا، يعني بإذن لسه ما جالناش اي معلومه، بإذن فلو الله. اي حد يقدر ياكد لنا على معلومه هنسال يا طارق وهنرجع لك تاني. وفي اخر نقطه بس، يعني سريع. في الاخر احنا نحب ناكد ان في الاف المحبوسين احتياطي لو تم النظر اليهم، صح، يعني ناس كتير، اسر كتير قوي هتفرح، واسر كتير قوي هتنبسط ان اولادها هتكون معاها. احنا مش عايزين الشباب تفقد الامل ان في عدل في البلد، صح. دي يعني محمود لحد اخر زياره، يعني اخر زياره كانت يوم الخميس اللي فات، بيقول لي انا متاكد ان بكره لينا حلو في البلد بتاعتنا دي. يعني انا ما كرهتش البلد، وانا هاخد من الكلمة دي يا طارق واتمنى. والنهارده الرئيس اتكلم على الافراج عن دفعة جديدة، هنسمع من استاذ ضياء رشوان بعد قليل في لقاء الرئيس مع المثقفين، وقال ان في دفعة جديدة من الشباب. ارجو ان احنا نخلص موضوع الشباب اللي جوه السجون بلا تهم. يا جماعة مرة اخرى، هناك ثورة يتم يعني تربيتها جوه هذه السجون، شباب بدل ما يطلع يبني البلد، شباب هيطلع مليء بالغضب. ليه؟
خلونا زي محمود وغيره، الناس اللي بلا يعني ما فيش لا لم تلوث يدها بالدماء، الناس اللي ما فيش حاجه ثبتت عليها بشكل حقيقي، ليه نسيبها جوه السجون؟ ليه بنقوم قلوب الناس يعني نملأها يعني غل وحقد وغضب على البلد؟ مرة أخرى الإسراع في الإفراج عن محمود، الإسراع في الإفراج عن الشباب. نخرج فاصل ونستقبل دير رشوان.